بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فضفضة مع النور. النهاردة هنتكلم في موضوع شغل الناس كتير جدا وقلق الناس، وكان وما زال بيحمل الكثير من القلق عند كثير جدا من الناس، ألا هو موضوع سد النهضة. النهاردة هقول على حضراتكم على حاجات في الحلقة مهمة جدا، هتطمن حضراتكم جدا جدا جدا، هتخليكوا يعني تهدأوا بالا عن الموضوع ده وما تبقاش يعني عندكم قلق فيه شديد جدا، وهتكونوا بحالة كده ان شاء الله يعني من الاطمئنان، لان هقول لكم فيها على الحقائق وحاجات كتيرة مهمة جديدة ظهرت في الموضوع، واصبح ان الكلام عنها ضرورة حتمية لا تستحق التأجيل اكثر من ذلك يعني. فان شاء الله حضراتكم تابعونا لنهاية الحلقة عشان تعرفوا كل الجديد اللي هقول لحضراتكم عليه، واللي هيكون مفاجأة بالنسبة لكم، واللي هيحمل كثير من الطمأنينة لحضراتكم. نبتدي مع بعض الحلقة إن شاء الله. طبعا منذ بداية موضوع سد النهضة أو سد الخراب كما بيقال عليه يعني، وكل الناس في حالة قلق شديد، وكل الناس في حالة من حالات الخوف على ان نهر النيل ينضف في مصر، وانه يعني يقل و و والكلام ده كله. وبدات الناس بتطالب دايما، مصر ما بتتدخلش، مصر شغاله في مفاوضات بس، الرئيس ساكت ليه، الجيش ساكت ليه، الكلام ده كله. وكان دايما الواحد بيحاول يطمن الناس ان لا يمكن لا القياده السياسيه في مصر ولا الجيش مصر هيقبل او ممكن ان في تفكير حتى في ضياع قطره واحده من قطرات مياه النيل. واكثر من مره صرح السيد الرئيس بان يعني نهر النيل خط احمر، وان يعني لا يمكن التفريط فيه، وده شيء طبيعي يعني، شيء ما اعتقدش ان في حد يعني ممكن يتخيل ان ده شيء مش طبيعي يعني، او ده حاجه ده الطبيعي. ده الطبيعي ان القيادة السياسية في مصر انها تقول ان نهر النيل خط احمر، وان ده شيء ما ينفعش ان احنا نتكلم يعني في طبيعي لن تقبل القيادة السياسية باي خطر يحدق بمصر او بنهر النيل اللي هو شريان الحياة في مصر. لكن ناس كتير ما صدقتش، وناس كتير كانت بتتكلم في نقطة ايه، ان خلاص مصر بعت القضية، وان مصر وصلت لحاله من يعني من اللامبالاه، وان يعني احنا مش هنعمل حاجه، وضيعنا الوقت في المفاوضات والكلام ده كله. انا احد الناس اللي كنت دايما بتكلم ان بضروره الحل العسكري والضربه العسكريه ل يعني لسحق هذا السد، ولكن بعد استنفاذ الـ يعني كل الحلول الممكنه، لان الحرب وموضوع مش سهل. الضربه العسكريه ليها تبعات، ما هيش مجرد ضربه عسكريه، مش مجرد ان انا عندي قوات تستطيع بفضل الله انها يعني تقضي على هذا السد وتدمره تدميرا تماما نهائيا، ومش مجرد ان هي مجرد انها قوات وخلاص، مش مجرد انها هطلع ضربه عسكريه هنطلع والله هنضرب وخلاص وخلص الكلام على كده. الكلام ده مش مظبوط يعني، لكن هي الضربة العسكرية بيبقى ليها حسابات سياسية واجتماعية واقتصادية ولوجستية، حاجات كتير جدا جدا. ما يعني أهل هذا العلم هم طبعا القادة العسكريين اللي يقدروا يتكلموا فيه ويستفيدوا فيه أكثر مننا. لكن كنت دايما بقول إن الضربة العسكرية هي مفيش حل لسد النهضة إلا الضربة العسكرية. ولكن الأيام مع الوقت بتثبت يعني، انا قلت قبل كده انا لست برجل عسكري، ان انا ولكن عندي ثقه في القياده السياسيه، وعندي ثقه في جيش بلدي، وعندي ثقه ان القوات المسلحه المصريه ورجال مصر لن يفرطوا في قطره واحده من مياه النيل. وكانت الناس بتستغرب وتقول لك يعني طب ازاي وهم ساكتين، والملء الاول والملء الثاني و و و والكلام ده. ولكن كان عندي يقين بالله سبحانه وتعالى ان لا يمكن جيش مصر العظيم ان هو يفرط في قطره واحده من مياه النيل، ولا القياده السياسيه بالطبع يعني انها تفكر في يعني في الموضوع ده. لكن يعني اخواننا البعده بقى
وبره وهنا وهنا يتكلموا وبيخونوا مصر وبيخونوا القيادة السياسية، وإنه كلام يعني أقل ما يقال عنه، يعني إنه كلام بذيء، يعني لا يعني ما يصحش إنه يتقال. زي الناس دي مش فاهمة إن مثلا هل القوات المسلحة المصرية، هل القيادة السياسية مش عارفة إن في حاجة اسمها التاريخ، مش عارفة إن في إن التاريخ لا يرحم أحد. ما يعني لو حصل تفريط، وده مش هيحصل، لو حصل ذلك التاريخ لن يرحم، لن يرحم. لو قلنا إن الرئيس فرط مثلا، وده شيء مستحيل، هو التاريخ مش هيرحمه، هو الرئيس عارف كده، والقيادة السياسية عارفة كده، والجيش عارف كده. الله، يعني حاجة منطقية، يعني ده شيء، يعني ده شيء يعني ألف به زي ما بيقال يعني. ولكن مفيش فايدة، كان الهجوم على مصر والتخوين و و و والكلام الخايب ده كان مستمر ولا زال مستمر على فكرة، يعني ما زال هذا الكلام مستمر إلى الآن بشكل فج برضه. مفيش فايدة، تخوين زي ما هو، كلام إن مصر مش عارف إيه، الملء التاني حصل، والملء التاني ما تمش على فكرة زي ما قالت مصر. واحنا بنصدق للاسف الغرب دايما، يعني مصدق، يا ريتك الغرب، انت بتصدق اثيوبيا لو بتقول لك انا عملت ملء تاني، لا عملت ملء تاني ولا خلص الملء التاني ولا في اي حاجه من الكلام ده حصلت اصلا. يعني مجرد هو بيحاول يكسب، ابي احمد الفاشل بيحاول يكسب ارض، لان هو في حاله من الصراع السياسي والعسكري على ارض اثيوبيا، يعني بتهدد بزوال ملكه اصلا. يعني قوات تجري خلاص على مقربة من إسقاط حكومة أبي أحمد، وحالته حالة، فهو لازم بيحاول بياخد أي، عايز يكسب أي أرض زي ما بيقال على أرض السياسة، يعني عايز يكسب أي حاجة يقول لك بيها والله إحنا عملنا كذا، إحنا أقوياء، وإحنا وأنت لا جامد ولا قوي ولا حاجة، وشوية عيال بشوية بنادق رشاشات خلوك تجري أنت وقواتك زي الفيران. فما تعتقدش ان دولة عظيمة بحجم مصر بقواتها المسلحة العظيمة دي القادرة بعون الله وبفضل الله، يعني ان احنا مش قادرين عليهم، او الكلام الخايب ده كلام خايب، يعني لا، ما بحبش ان انا يعني اتكلم فيه كتير يعني. ولكن حد ممكن يجي يقول لك يعني، وزي ما كان بيتقال، ايه ده الملء التاني شغال والريس راح بيركب عجل، يركب عجل. انت فاكر ان الريس اللي هو كان مدير المخابرات الحربية المصرية حد سهل؟ تعتقد ان هذا الرجل رجل بيلعب؟ لا، هذا الرجل كما بيقال عرب داهية من دواهي السياسة، ويدير الموضوع بحكمة، ويدير الموضوع بمنتهى الحنكة والذكاء. كان ممكن قوي قرار، يعني لو هو يعني زي بيقول لك، اصل زي الناس يقول لك دايما اللقطة ومش اللقطة والكلام الخايب ده، كان ممكن قوي يطلع يدك ام السد ده ويجيبه وياخد واحد اساعتها قدام الناس بقى كلها، ده يعني عمل مع اللي محدش عمله. لكن هو كراجل حكيم وكراجل عنده حنكة سياسية وكراجل مخابرات، ما بيتحركش بالأمور اللي هي العشوائية والأمور اللي هي ما فيش منها يعني رجا زي ما بيقول. فهذا الرجل كان له كل الحق في ان هو ما ياخدش قرار الضربة العسكرية، لان ليها تبعيات زي ما قلت لحضراتكم، والان اللي هو بيخطط له حصل، اللي انا اقوله لحضراتكم دلوقتي اللي هو بيخطط له حصل. ولكن يستوجب في النهاية ان كل من ظلم هذا الرجل ان يتوجه له بالاعتذار ويقول له عفوا عبد الفتاح السيسي. لا بد ان يتوجه كل من ظن في هذا الرجل ظن سوء ان يتوجه له ويقول له عفوا عبد الفتاح السيسي. الراجل بيشتغل من أجل مصر، والراجل بيشتغل فعلا من أجل المصلحة العامة مش من النظرة الضيقة. إخواننا البعدة بقى عايزين يولعوها وعايزين يخلوا مصر تخش في حرب ونخش في دوامة ملهاش حل. طيب
ايه يا عم محمد الكلام اللي انت بتقوله ده والكلام ده ايه يعني ايه ادلتك عليه؟ بسيطة جدا. في احد الناس المعارضين، انا بحترم كافة الناس طالما صادق، طالما لا يتطاول على مصر ولا يتطاول على القيادة في مصر ولا يتطاول على رجال مصر، سواء من اي رجال مصر، قوات مسلحة، شرطة، محامين، اي ابناء من ابناء مصر، ما فيش تطاول عليهم. طالما هذا الاربع عارض زي ما انت عايز، انا عن نفسي ما بقولش انا معارض، انا بقول انا راجل مصري، لما بشوف حاجة بقول والله هنا النقطة دي عايزين نصلحها، مش عشان خاطر انا عايز مصلحة بلدي، عايز ان بلدي في النهاية تكون احسن بلد في الدنيا. اذا انا ما بعرضش هنا او انا ما فيش معنى كلمة معارضة انه ليه هدف، فانا لا انا مش ضد هدف ايه في المعارضه؟ المعارضه الاحزاب دي بتبقى عايزه تعمل ايه؟ كل حزب بيضرب في الثاني عشان عايز ياخد كرسي الحكم، بلاش فيه. ما الاحزاب دي مش قصتي انا، انا كراجل كاتب وكراجل مؤلف وكراجل يعني على قد حالي يعني في التحليل السياسي، بشوف مصلحه بلدي فين وبقول عليه لو في قصور، لان طبعا سبحانه وتعالى هو الوحيد، سبحانه وتعالى الذي يعني جل من لا يخطئ، هو سبحان الله هو الله. اذا احنا كعباد عندنا اخطاء، وارد ان احنا نغلط، وارد ان يحصل قصور في شيء، فلما يحصل ان نقول والله في قصور في كذا، خلي بالنا من كذا، ساعات انا بنتقد الحكومه انتقاد شديد جدا. ليه؟ عشان مصلحه مصر. انا رؤيتي شايف الموضوع كده، شايف الشعب تعبان في الحته دي، زي ما اتكلمت مثلا على الغاء الماده الخامسه بالنسبه للمواطنين اللي الموظفين، لان شايف ان الموظفين تعبانين، شايف الموظفين في حاله الم، شايف ان احنا في حاله اقتصاديه بقينا احسن، فخلاص ان الاوان ان وزير الماليه حقق الوعد اللي كان قاله لنواب المجلس، النواب ان هو الموضوع هيبقى 5 سنين وينتهي، ومعد عليه 5 سنين وما انتهاش، فكان لازم يعني كل ما ده بنتكلم في القصه دي. إذن هنا الابتغاء هو المصلحة العامة وليس هدم مصر كما يسعى كثير من الناس لتحقيق الهدف ده، والذي لم يتحقق بعون الله ستظل مصر بعون الله سبحانه وتعالى وإرادة الله بفضل الله رايتها عليها تنخفق. طيب نرجع بقى لموضوعنا، إزاي أنت يعني يا محمد بتقول الكلام ده بناء عليه؟ أحد الناس المعارضين جدا جدا واللي يعني بصراحة هجموا الرئيس وهجموا الحكومة وهجموا كتير جدا، وانا يعني انا زي ما بقول لك بحترم طالما انت ما انتش مخطئ في حاجة. المهندس ممدوح حمزة قال لك السد ده هيحصل و و و ليه انا باخد ليه انا جايب لك الكلام بتاع ممدوح حمزة؟ لان ده هذا الرجل اولا هو راجل عالم في مهنته، وراجل خبره شديده جدا، وكان اصلا هو زي ما بقول لحضراتكم ضد حاجات كتير جدا، وبيهاجم وبيعمل وبيسوي، فلما تبقى شهادته هو نفسه، لما تبقى شهادته هو نفسه ما تبقى الشهاده مجروحه وتبقى شهاده في محلها. كويس. طيب ان انا هقول لكم نص اللي هو قاله المهندس ممدوح حمزه، نص نفسه اللي هو قاله، هو قال انا ذكرت في بوست تم نشره في مارس من عام 2021 ان اثيوبيا غير مستعده فنيا وهندسيا للاحتجاز الثاني لمياه النيل الازرق، وانها لم تبدا في رفع منسوب السد عند منطقه مرور المياه من الوضع الحالي اللي هو 650 متر لارتفاع 30 متر، حيث أن مرور المياه عند هذا المنسوب مستمر حتى تاريخ نشر هذا المقال المرفق، اللي هو المقال اللي هو نشره يعني كان وقت هذا التاريخ، وقت هذا النشر هذا المقال. طيب الوقت اللازم للإنشاء والفترة اللازمة لتكتسب الخرسانة قوتها ومقاومتها لضغوط المياه غير متاح حتى ميعاد الفيضان. طيب وسيؤدي الى ده هيؤدي الى تسريع عمليات الانشاء، مما سيؤدي الى احتمال حدوث انهيارات.
قال كمان ان الحائط الاوسط الذي تمر منه المياه هناك جنب جنب شرق وجنب غرب، قال لك انساهم دلوقتي لان دول ما عندهمش، ما فيش مشاكل. الحائط الاوسط كان عند ارتفاع مفروض 660 متر في العام الماضي، وكان هم عايزين يوصلوا بيه لارتفاع 660 متر اللي هو عليه مشكلة. كان المفترض ان يصل عند 665 متر، لم يستطيعوا ان يبنوا غير 560 متر منسوب، وتوقفت المياه عند هذا الحد بقية السنة. مياه الفيضان والمياه العادية سوف تمر، ولن يعني دلوقتي الفيضان مياه هتمر غصب عنهم، تمام، لان توقف عند هذا الحد. إرادة الله سبحانه وتعالى والمهندسين المصريين والخبراء المصريين قاريين الكلام ده من زمان، طبعا ده كلام خبراء وعلماء مش كلامنا احنا. قال المفروض في وقت عند وقت معين لكي يعلو، يعني يعلو طبقا للمستهدف العام الحالي من 500، كان المفروض المستهدف عنده من 560 متر ل 595 متر في شهر مارس الماضي، وده ما حصلش، وان الماسورتين بالاسفل حدث لهم انسداد بالطمي، فاضطروا ان ياخذوا الماسورتين المفروض يغذوا تنزيل المياه، ولم تنزل منهم المياه. طيب قال لك ايه اللي حصل بعد كده؟ ظلت المياه واقفه عند او ركده عند هذا المنسوب، مع انه مفترض ان هم يقوموا بتعليته، الى ان استطاعوا ان ينزلوا المياه، وكان ذلك في وقت متاخر جدا. فكل ما استطاعوا ان يبنوه، هم كانوا المفروض زي ما قلت لحضراتكم ان هم يبنوا لغايه 595 متر، يعملوا ارتفاع يصل لهذا المنسوب 595 متر. كل اللي استطاعوا ان هم يبنوه 574 متر، كل اللي قدروا عليه 574 متر. وده بنص، ده كلام، ده كل ده انا بقول لحضراتكم نص كلام المهندس ممدوح حمزة، مش كلامي انا ومش كلام احد تاني. وهذا ما عرضه او عرفه من مهندسين مصر بنفس اللفظ الشطار، ودخلوا من خلال الساتلايت ومن خلال المواقع والمواقع الجوجل و اكتشفوا ان هو كان اللي بنوه 574 متر، يعني 14 متر، كل اللي استطاعوا يبنوا 14 متر، يعني كده كده مفيش ملء تاني، يعني الملء التاني ما اتبناش او ما كملش يعني. وقال المهندس ممدوح حمزة لو فضل واحد من العمال عند هذا المنسوب كانت المايه سحبته، فلموا العده وجريوا، وعند ذلك جاءت المياه على خرسانه طريه، والطبيعي ان الخرسانه دي بتاخد وقت عشان تتصلب وتاخذ قوتها، واهل العلم الهندسه عارفين يقول لك تشك، يعني تشك يعني ايه، تبقى ماسكه زي الحطب كده. طبعا مع اندفاع المياه امام الخرسانه الضعيفه والطريه دي، قامت المياه باكتساح اللي هم بنوه. الله كمان تخيل بقى حضرتك، والله لازم اقول لك كده. فكل ما تم بناؤه قبل 3 أسابيع من الفيضان قد تم انهار بفعل قوه مياه الفيضان، وهو ما يقدر بحوالي 1.5 متر تم انهياره، وهذا ما جعل الفيضان في السودان يظهر اكبر من المعتاد. فعندما ياتوا في العام المقبل لن يجدوا ال 574 اللي هم مش هيلاقوا 574، بل سيجدوا حوالي 570 متر، يعني هيلاقوا الارتفاع اللي هم كانوا بنوه 574 هيلاقوه انخفض ل 570، لان الميه كسحت الخرسانه الطريه دي، ده على الاقل، تمام. يعني ان لم يكن هينزل كمان عن 570 متر، يعني مش 4 متر بس، ده ممكن ينزل 5 متر 6 متر على حسب اندفاع الميه وعلى حسب مقاومه الخرسانه، يعني ما تقدرش تقول مقاومه لان ما فيش مقاومه اصلا لانها طريه يعني. هيرجعوا تاني يعيدوا نفس الموضوع، نظام يأجوج ومأجوج، سد زي سد كده يأجوج ومأجوج، هي نفس القصه. هينهد يعني يرجع تاني يبنيه،
خرسانه طريه يرجع تاني طول المايه تيجي تكسح الخرسانه يرجع وهكذا دواليك الى ان ياذن الله. وده وفقا لكلام المهندس ممدوح حمزه بيدينا فرصه نتحرك، ويعني ان كل سنه سنهار جزء اما بايديهم واما بايدينا. يعني ده كلام اظن واضح. اذا معنى ذلك ان لم يحدث ملء ثاني، لم يكتمل الملء الثاني، معنى ذلك ان مفيش تهديد بالخطر الرهيب اللي كنا قلقانين منه على ميه النيل. زي ما احنا شايفين السودان في فيضان كبير جدا في النيل الازرق، والدنيا ما شاء الله يعني بل بيستعدوا لتداعيات هذا الفيضان للمياه الجايه اكتر من المتوقع. هو بيقول لك طب هم نجحوا او فشلوا؟ قال لك بالمسطره الهندسيه الفنيه هم حققوا، تقدر تقول حققوا نصف المستهدف بطريقه سيئه جدا، ولم يعطوا فرصه الخرسانه ان تتصلب وتكتسب قوتها. اذا فنيا لم يحققوا المستهدف، فيمكن نعتبر ذلك نجاح بنسبه 50% 30% نجاح، وده شيء ما يدورش مصر. سياسيا هم قالك استطاعوا ان يبداوا في الملء الثاني دون اتفاق في الملء اسف في الملء دون اتفاق دون اعتبارا لمصر وللسودان، لان البند الخامس بيقول اثناء الاتفاق تزامنا يمكنكم الملء. الاتفاق فيه مرحله لينا ان هم ليهم ان هم يقدروا يبنوا في خلال، يعني ان هو قصده ان البند الخامس بيقول ان اثناء الاتفاق يمكن الملء. طبعا احنا لما حدش فينا اطلع على الاتفاقيه، انا ما اعرفش هو جايب الموضوع ده منين او كان كده، ولكن اللي احنا شايفينه ده بيقول ايه؟ بيقول ان 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 الاداره المصريه ما بتلعبش. يعني ان انا ماشي معاك في موضوع انا عارف ان ده هيحصل، في حسابات، في مهندسين مصريين على اعلى مستوى في العالم، في خبراء في مصر، في مخابرات في مصر، في رجاله في مصر. الرجاله دي عارفه بتعمل ايه كويس، ما بتنسقش ورا اجري يا جدع روح اضرب يا جدع وهنرميهم في البحر والكلام الخايب بتاع زمان ده اللي هو هنرمي اسرائيل في البحر والكلام ده، مش كلام العنتريات. عبد الفتاح السيسي راجل مخابرات مخضرم يعلم جيدا ماذا يفعل، ما هواش بينساق ورا الشعارات الجوفاء لا، هو فاهم هو بيعمل ايه كويس جدا، عارف هو بيعمل ايه. طيب هو وفر على مصر ضربة عسكرية، وفر على مصر خسائر اقتصادية اجتماعية سياسية حاجات كتير جدا، طالما ما فيش قلق ان النيل عندنا موجود وفي عندي مساحة من الوقت ان انا اقدر اعمل فيها حاجات كتير. لكن انا بقول لحضراتكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إذا شعر أنه لا يوجد أي حل باقي بديل عن الضربة العسكرية لسحق السد، لن يتوانى لحظة في إصدار أمره للقوات المسلحة المصرية بدك هذا السد وسحقه تماما. هو قالها قبل كده، لن مضيعتكوش قبل كده، فبلاش بقى نتكلم في كلام ملوش أي معنى. وعلى فكرة انا هحط في الديسكريبشن لينك الفيديو عشان حضراتكم تتاكدوا بتاع المهندس ممدوح حمزه، عشان حضراتكم تتاكدوا الكلام ده ايه صح ولا الكلام ده غلط. فيعني عشان كده بنقول يعني الناس اللي اساءت الظن بهذا الرجل رئيس مصر العظيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الناس اللي ظن اساءوا بالظن، الناس اللي وجهوا ليه اتهامات وحاجات يخجل الانسان منها، عليهم ان يتوجهوا باعتذار فوري وعاجل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عليهم ان يقولوا له عفوا عبد الفتاح السيسي، احنا اسأنا ليك، احنا ظننا فيك ظن صعوش، فارجو ان ده يحدث في اسرع وقت. وارجو بقى ان حضراتكم تطمنوا في ريس فاهم بيعمل ايه، في قوات مسلحه جاهزه لتنفيذ للدفاع عن امن مصر في اي وقت، في رجال في مصر لا ينامون الليل،
للدفاع عن مصر وعن حقوق مصر، وقادرين بعون الله ان هم يدافعوا عن مصر. لذا اطمئن حضراتكم مياه النيل ان شاء الله محفوظة بامر الله اولا وبارادة الله اولا وبرجال، ثم بعد ذلك بعزيمة رجال مصر الاوفياء. اطمئنوا ان شاء الله ستظل مصر دائما حرة ابية عصية على كل من يحاول النيل منها، وان شاء الله سيظل نيل مصر يجري بعون الله وبإرادة الله وبتوفيق الله الى ما شاء الله. لذلك ارجو منكم ان تقولوا لذلك الرجل عفوا عبد الفتاح السيسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.